السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج Discover Primary 2 او الصف الثاني الابتدائي Term 2 الترم الثاني، ولسه بنشرح Chapter 1 الفصل الاول The Nile I Know. The Nile I Know او نهر النيل الذي اعرفه، النيل الذي أعرفه، وده طبعا في المحور الثالث How the world works أو كيف يعمل العالم. الحلقة دي الحلقة الثانية، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 4 او صفحة رقم 4، والنهاردة هنبتدي مع page number 5 او صفحة رقم 5، ولسه بنكمل مع بعض الشرح الخاص بالجيوغرافي، الجيوغرافي او علم الجغرافيا. وعرفنا المرة اللي فاتت يعني ايه جيوغرافي، وكمان خصائص الاماكن المختلفة. عرفنا كمان ان الجيوغرافي او علم الجغرافيا بيهتم بثلاث حاجات في اي مكان في الدنيا، هما اللاند، اللاند او الارض، والواتر، الواتر او المية، والاير، الاير او الهواء، الطقس الخاص بالمكان ده، وكمان البيبل، البيبل او الناس الموجودين في المكان ده ازاي بيتأثروا بالخصائص دي، وازاي حياتهم بتتأثر بالعوامل المختلفة دي في اي مكان في الدنيا. النهاردة لسه بنتكلم عن الجيوغرافي، وبنتكلم عن بلدنا الحبيبة مصر والماب الخاصة بمصر او خريطة مصر. وطبعا هنا بيقول لنا say hello to Egypt، say قل hello، hello مرحبا، to Egypt، to Egypt لمصر، بلدنا الحبيبة مصر اسمها Egypt. run your finger، run your finger حرك اصبعك، along the Nile River، along the Nile River على طول نهر النيل، هنمشي بصبعنا على طول نهر النيل اللي مرسوم على الماب اللي قدامنا. in the direction، in the direction في الاتجاه، that الذي، it flows، it flows هو يتدفق فيه. يبقى احنا عارفين ان نهر النيل او النيل ريفر بيحصل له flowing او بيتدفق من تحت لفوق، بيبقى جاي من السودان اللي هي البلد اللي موجودة تحت مصر في الخريطة. نهر النيل بيبقى جاي منها وماشي وبيعدي في وسط بلدنا الحبيبة مصر في الارض بتاعتنا، بيمشي في الاتجاه ده زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده بيفضل ماشي 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 لحد ما بيوصل لهنا، بيتقسم لفرعين رئيسيين وبعدين بينتهي خالص وبيصب او في البحر الابيض المتوسط او الميديترينيان سي. وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الجزء ده يا اصحابي في اي خريطة في الدنيا لما يبقى فيه نهر وبيمشي وبيوصل لمكان كده وبيعمل شكل مثلث بالشكل اللي احنا شايفينه ده بنسميه دلتا، دلتا دلتا او ارض الدلتا. وعندنا طبعا في بلدنا الحبيبة مصر الدلتا بتاعتنا اللي احنا عارفينها كلنا، وهنا كايرو، كايرو يعني القاهرة، طنطا طبعا محافظة طنطا، ألكسندرية، ألكسندرية اللي هي محافظة الأسكندرية ودي محافظة على الميديترينيان سي أو البحر المتوسط. الناحية التانية هنشوف الريد سي أو البحر الأحمر، هنمشي كده على نهر النيل هنلاقي أسيوط، محافظة أسيوط، لوكسور، محافظة لوكسور، أسوان، أسوان محافظة أسوان. وطبعا الجزء الأزرق ده طبعا بيكون فيه مية زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت، ودي ناصر ليك، ناصر ليك أو بحيرة ناصر، ودي اتكونت لما احنا بنينا الهاي دام، الهاي دام أو السد العالي. هنا كان لازم يبقى في مكان نخزن فيه المية بعد ما بنينا السد العالي، لأن هو بيحوش لنا المية شوية وراه نقدر نزرع بيها أراضي أكتر، فعملنا الناصر ليك أو بحيرة ناصر دي ورا الهاي دام أو السد العالي، ونحوش فيها المية اللي نقدر نستخدمها بعد كده بشكل أفضل في الزراعة، بدل ما المية تفضل ماشية على طول وتنزل في البحر المتوسط منلحقش نستفاد بيها. طبعا يا أصحابي عرفنا المرة اللي فاتت إن في some colors أو بعض الألوان بتبقى موجودة على أي map في الدنيا أو أي خريطة في الدنيا. عرفنا طبعا البلو أو الأزرق بيعبر عن المية،
المية أو الواتر، وطبعا بتعبر كمان عن حاجة اسمها سطح البحر أو السي ليفل. يعني ايه سطح البحر أو السي ليفل؟ في الجيوغرافي أو في علم الجغرافيا عرفنا ان الأراضي مش كلها في نفس السوى، فعلشان نعرف الأرض دي مرتفعة أو منخفضة حبينا نثبت مكان أو معيار معين نقيس عليه الأراضي لو كانت مرتفعة أو منخفضة، فما لقيناش حاجة أكتر من سطح المية بتكون مستوية في الدنيا كلها. حددنا إن سطح المية اللي هو سطح البحر وسطح الأنهار، سطح المية بصفة عامة، وسميناه السي ليفل أو سطح البحر، إن هو المعيار اللي هنقيس عليه لو كانت الأرض دي مرتفعة أو الأرض دي منخفضة. فلو الأرض مرتفعة عن سطح البحر بنعتبرها مرتفعة، لو الأرض منخفضة عن سطح البحر بنقول عليها أرض منخفضة، ولو الأرض في نفس سوى سطح البحر بنقول عليها إن هي برضو مستوية مع السي ليفل أو سطح البحر. فلو الأرض مرتفعة بنعرف إن هي مرتفعة لما نقارنها بسطح البحر أو السي ليفل، ولو الأرض منخفضة بنعرف إن هي منخفضة ومستواها منخفض لما بنقارنها طبعا بالسي ليفل أو بسطح البحر. وعرفنا كمان ان الجرين كولر او اللون الاخضر بيعبر عن الزراعه، الارض دي فيها زراعه ولا لا. وطبعا كل ما اللون كان جرين اكتر كل ما عرفنا ان الاماكن دي في زراعه فيها اكبر. فلو هي لايت جرين او اللي هي لونها اخضر فاتح شويه، ده بيعبر ان هي مش مرتفعه، هي منخفضه، وبنسميها في الجيوغرافي low area او low lying area. low area او low lying area يعني ارض منخفضة، ارض ذات سطح منخفض، وطبعا زي ما قلنا ان هي بتبقى منخفضة عن سطح البحر. وطبعا كل ما كانت الارض green اكتر كل ما عرفنا ان فيها crops او محاصيل الناس زرعاها والناس بتزرع فيها بشكل اكبر، فطبعا لازم نكون عارفين الجزئية دي. اما تالت حاجة البراون او اللون البني، كل ما كان البراون لونه غامق اكتر كل ما ده عبر عن الماونتنز او الجبال، وكل ما البراون كان فاتح شوية كل ده ما عبر ان الجبال دي مش مرتفعة قوي. فالبراون كل ما كان غامق او كل ما كان دارك براون كل ما ده عبر عن ان الاماكن دي مرتفعة عن سطح البحر، ولو كان البراون او اللون البني لايت براون فكانت الارض دي مرتفعة بس مش مرتفعة بشكل كبير. واخر حاجة لازم نكون عارفينها اليالو كولر على الماب او اللون الاصفر على الماب، ده طبعا بيعبر عن الديزرتس او الصحاري، وطبعا ده بيكون لون الساندس او لون الرمال زي ما احنا عارفين كلنا. طبعا يا اصحابي الماب كمان بيكون عليها الدايركشنز او الاتجاهات المختلفة، وزي ما احنا شايفين عندنا هنا حاجة اسمها الكومباس روز او العلامة بتاعت البوصلة، كومباس يعني بوصلة، والكومباس روز اللي هي الرسمة اللي قدامنا دي بتعرفنا الاتجاهات اللي على الخريطة، النورث او الشمال، والثاوز او الجنوب، الايست او الشرق، والويست او الغرب، علشان خاطر نبقى عارفين الاماكن دي موجودة فين الاتجاهات بتاعتها على الخريطة. واخر حاجة لازم نكون عارفين ان اي خريطة في الدنيا بيبقى متحدد عليها الحدود بتاعة المكان اللي هي بتمثله. وطبقا لدليل المعلم كمان يا اصحابي لازم نكون عارفين ان هي دي الدلتا بتاعتنا في ايجيبت او في مصر، بلدنا الحبيبة مصر، هي دي الصورة دي من دليل المعلم. لازم نكون عارفين ان الدلتا بتاعتنا اللي هي موجودة في بلدنا الحبيبة مصر بتبدأ من هنا من عند كايرو، وبتبقى ماشية كده هو في شكل مثلث مقلوب، ولازم تحددوا شكل الدلتا بتاعتنا في الكتاب بتاعكو، ارسموا تريانجل او مثلث بشكل مقلوب ده زي ما انتوا شايفين قدامكو، بحيث ان انتوا تحددوا منطقة الدلتا اللي موجودة على الماب بتاعت ايجيبت بلدنا الحبيبة مصر. والدلتا يا اصحابي بصفة عامة بتكون غنية بالارض الخصبة اللي صالحة للزراعة، بيكون فيها زرع كتير زي ما احنا شايفين قدامنا، علشان كده بيكون لونها جرين زي ما احنا عرفنا من شوية. فلازم نعمل تريانجل او مثلث بشكل مقلوب على الماب اللي موجودة في الكتاب بتاعنا طبقا لدليل المعلم، علشان نوضح ان احنا عارفين ان دي الدلتا اللي موجودة في الماب بتاعت بلدنا الحبيبة مصر. فانا زي ما عرفنا من شوية بيقول لنا نحرك صباعنا
على نهر النيل او النايل ريفر في اتجاه التدفق بتاعه، فهنمشي من تحت لان نهر النيل بيتدفق بالشكل ده، بيعدي على ليك ناصر او بحيرة ناصر وبيفضل ماشي بالشكل ده، بيعدي بعد كده على اسوان، لوكسر، اسيوت، الفيوم، كايرو، وهنا في طنطا، وفي هنا بعض الريجنز او المناطق المختلفة لحد ما بيوصل للميديترينيان سي او البحر الابيض المتوسط. تاني حاجة بيقول لنا كومبليت، اكمل ذا ليجند، ليجند يا اصحابي اللي هي مفتاح الخريطة، الماب ليجند اللي هي مفتاح الخريطة، اللي بيقول لنا ان كل لون من الالوان المختلفة دي بيعبر عن حاجة معينة، فده اسمه الليجند او مفتاح الخريطة. at the bottom of the map، at the bottom في اسفل of the map الخريطة. فمرة تانية run your finger along the Nile River in the direction that it flows، complete the legend at the bottom of the map. وهنلاقي هنا في اسفل الخريطة الليجند او مفتاح الخريطة بيدينا اربع الوان. المفروض هنا البلو كولر او اللون الازرق بيعبر عن ايه يا اصحابي؟ زي ما قلنا من شوية شاطرين، الواتر، الواتر او المياه، وكمان ممكن نعمل سلاش كده ونكتب سي ليفل، سي ليفل او سطح البحر. طب والجرين كولر او اللون الاخضر عرفنا ان هو بيعبر عن ايه يا اصحابي؟ شاطرين، لو لاينج اريا او لو اريا، منطقة منخفضة عن سطح البحر او عن السي ليفل، وطبعا بيكون فيها زراعة. اما اللون الجرين ده اللي موجود في الكتب بتاعنا المفروض ان هو اليلو كولر، وطبعا دي خطأ مطبعي، فالمفروض ان هو ده اللون الاصفر او اليلو كولر، فنعتبره يلو كولر او اللون الاصفر. وهنكتب جنبه هنا يا اصحابي ديزرت او الصحراء والصحاري طبعا المختلفة. واخر حاجة البراون، البراون او اللون البني هنكتب جنبه ماونتينز، ماونتينز او الجبال. فبكده احنا عرفنا الليجند او يعني ايه مفتاح الخريطة، وعرفنا مكونات الخريطة المختلفة الخاصة ببلدنا الحبيبة ايجيبت او مصر، وعرفنا يعني ايه دلتا او النايل دلتا زي ما قلنا من شوية. وبكده نكون انتهينا من البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6، وبيقول لنا هنا map for نور، map for نور، خريطة لصديقتنا نور، صديقتنا الصغيرة اللي عايزة تروح تريب او رحلة with her family او مع الاسرة بتاعتها. فبيقول لنا هنا using crayons، using crayons مستخدما اقلام التلوين، draw ارسم a map، خريطة of Egypt، of Egypt لمصر، so لذلك، نور will know about its different regions، نور will know، نور سوف تعرف about عن its different regions مناطقها المختلفة، regions يعني مناطق يعني قطاعات، نور will know about its different regions، نور سوف تعرف عن الأماكن المختلفة فيها. you may use، أنت ربما سوف تستخدم any colors، أي ألوان، that you like، that you like أنت سوف تحبها، be sure، be sure كن متأكدا، to include أن تضع، أن أنت الخريطة بتاعتك تتضمن، تتضمن a legend، a legend مفتاح للخريطة، in your map، in your map في الخريطة بتاعتك. فإحنا المفروض إن إحنا نستخدم الكرينز أو أقلام التلوين بتاعتنا علشان نعمل ماب لإيجيبت بلدنا الحبيبة مصر، علشان نور تعرف أكتر عن الديفرنت ريجنز أو الأماكن المختلفة في الخريطة دي. وبيطلب منك كمان إن أنت تعمل ليجند أو مفتاح للخريطة علشان نور تقدر تعرف الطبيعة الخاصة بكل مكان من الأماكن دي عن طريق استخدام الليجند ده أو المفتاح ده. وبكده طبعا نكون انهينا البيج دي، فكل واحد يقدر يستخدم الالوان اللي هو بيحبها. تقدروا تلونوا طبعا الخريطة زي ما انتوا شايفين قدامكم، لونوا الاماكن المختلفة بالالوان اللي انتوا حابينها. وتحت طبعا هنا هنكتب ليجند او المفتاح بتاع الخريطة، هنكتب كل كولر احنا استخدمناه بيعبر عن ايه، ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7، وعنوانها planning نورز تريب،
planning يعني تخطيط نور's trip الرحلة الخاصة بنور. وبيقول لنا هنا أصحابي read اقرأ the story the story القصة circle words you don't know circle ضع دائرة حول words الكلمات you do not know التي لا تعرفها. When Noor's father عندما والد نور came home عاد إلى المنزل from work من العمل he found هو وجد نور سارة and سمير نور وسارة وسمير sitting يجلسون at the kitchen table at the kitchen table على المنضدة الخاصة بالمطبخ قاعدين قدام الترابيزة الموجودة في المطبخ. فمرة تانية when Noor's father came home from work he found Noor, Sara and Samir sitting at the kitchen table looking at ينظرون على a big map خريطة كبيرة of Egypt لمصر. يبقى هما كانوا بيعملوا looking at a big map of Egypt بينظروا على خريطة كبيرة لمصر. What are you children looking at on the map? What are you children looking at on the map? ما الذي تنظرون عليه يا أطفال في الخريطة؟ Noor's father asked. Noor's father asked. والد نور سأل. يبقى هو قال لهم انتوا بتنظروا على ايه في الخريطة يا أولاد؟ What are you children looking at the map? Noor's father asked. فهم يردوا عليه وهيقولوا له We are planning our trip. We are planning our trip. احنا بنخطط للرحلة بتاعتنا. سمير said. سمير قال. سمير قال كده يعني. We are planning the big trip. We are planning the big trip. احنا بنخطط للرحلة الكبيرة بتاعتنا. سارة said سارة قالت كده We are wondering نحن نتساءل Where we should go Where we should go أين ينبغي أن نذهب We are wondering إحنا بنتساءل Where we should go Where we should go أين ينبغي أن نذهب. وطبعا هنا مدينا صورة بوت أو مركب صغير في وسط الصفحة دي ومكتوب تحت نور added نور أضافت and how we should get there and how we should get there وكيف سوف نصل إلى هناك. How يعني كيف we should get there نحن ينبغي أن نصل هناك إحنا إزاي هنوصل هناك. فالوالد طبعا هيسألهم ويقول لهم What are the choices What are the choices choices يعني الاختيارات قدامكم اختيارات عاملة إزاي إيه هي الاختيارات اللي قدامكم. Noor's father asked. والد نور سأل. فسمير هيقول له I want to go on a boat ride. I want to go on a boat ride. أنا عايز أروح رحلة بالقارب بالمركب. Boat ride يعني رحلة بالمركب. سمير said. سمير قال كده. I want to go on a boat ride. سمير said. وقال كمان And maybe catch some fish. And maybe وربما catch أمسك أصطاد some fish بعض السمك. فوالد نور رد عليه وقال له A boat ride sounds fun. Sounds fun يبدو ممتعا. Noor's father said A boat ride رحلة بالقارب sounds fun. Sounds fun يعني يبدو ممتعا. Noor's father said والد نور قال كده. فنور ردت عليه وقالت له yes نعم يا أبي. نور said نور قالت كده. Maybe ربما we could go نحن يمكننا أن نذهب on a river boat a river boat يعني قارب نهري tour رحلة بالقارب النهري of the Nile River of the Nile River في نهر النيل. Maybe we could go on a river boat tour of the River Nile. ربما يمكننا أن نذهب في رحلة بقارب نهري في نهر النيل. ممكن نركب قارب نهري ونعمل رحلة في نهر النيل. نور قالت كده.
فبكده عرفنا الستوري الجميلة اللي بتوضح لنا ازاي هم بيعملوا بلاننج او بيعملوا تخطيط للتريب الجميلة بتاعتهم in the river Nile, in the river Nile او في نهر النيل. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليك ونوصل لبيج نمبر 8 او صفحة رقم 8 وعنوانها boats. boats يعني قوارب of the Nile, of the Nile الخاصة بنهر النيل. وطبعا يا اصحابي في انواع مختلفة من البوتس او من القوارب بتمشي في الريفر نايل او في نهر النيل. طبعا منها الصغير خالص زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي، بتبقى قوارب ما بتمشيش جوه كتير وبتبقى ملهاش شراع، وفي القوارب الاكبر منها شوية اللي هي بتبقى شراعية ليها شراع كبير وهو القارب صغير او البوت صغير. في منها اللي بيبقى عامل كده بيبقى اكبر شوية وبيمشي طبعا بالانجنز او بالمحركات، وفي اللي اكبر خالص وبيبقى عامل بالشكل ده، وده بيسموه الكارجو بوت او قارب الشحن الخاص بالبضائع. وطبعا ده بيعملوا بيه عمليات شحن البضائع او الكارجو. كارجو يعني شحن، وخاصة بحمولة القارب كمان، اي حمولة على اي بوت بنسميها الكارجو، الكارجو او الحمولة. فالكارجو او الحمولة لو هي في سفينة زي دي بتاعة شحن بضائع، بتبقى عبارة عن بضائع بتتنقل بالقارب ده من مكان لمكان. لو احنا معانا اللاجج بتاعتنا، اللاجج او الامتعة بتاعتنا الشنط والحاجات، واحنا راكبين بوت كبير او مركب كبير بنعمل بيه تريب او رحلة نيلية، اللاجج او الامتعة بتاعتنا دي اللي هي الشنط اللي فيها الهدوم والحاجات اللي احنا بنستخدمها دي برضو بنسميها كارجو، كارجو او الحمولة الخاصة بينا في البوت الكبير ده. فطبعا زي ما قلت لكم في different types of boats او في انواع مختلفة من البوتس او من القوارب. المفروض ان احنا هنا بنتعرف على شكل البوتس دي او على شكل القوارب دي، وطبعا بنختار الانسب منها لو احنا هنطلع تريب صغيرة او رحلة صغيرة في النايل ريفر او في نهر النيل. فهنا بيقول لنا boats of the Nile, boats of the Nile القوارب الخاصة بنهر النيل. وبيقول لنا هنا look at، انظر على the pictures، the pictures الصور of the boats، of the boats الخاصة بالقوارب. circle ضع دائرة حول your favorite boat، your favorite boat القارب المفضل بالنسبة لك. فزي ما قلنا من شوية في 6 pictures او 6 صور هنا، المفروض هنختار البوت اللي احنا شايفينه الفيفوريت بوت بتاعنا او القارب المفضل لينا، ونعمل حواليه سيركل او دايرة علشان نعمل بيه تريب او رحلة في النايل ريفر او في نهر النيل. وطبقا لدليل المعلم واحنا في الكلاس روم او في حجرة الفصل، هنعمل شيرينج ايدياز، شيرينج ايدياز او مشاركة للافكار بتاعتنا والاراء بتاعتنا، وهنشوف ال شولدر بارتنر او زميلنا في الفصل في الديسك بتاعنا، هنشوف هما هيفضلوا بوتس شكلها عامل ازاي. والمفروض كمان ان احنا نعمل سكوير او مربع حوالين البوت اللي هو يختاره هيبقى الفيفوريت بوت بتاعه، بحيث ان احنا نعمل شيرينج ايدياز او مشاركة للاراء. فنعمل سيركل حوالين اور فيفوريت بوت او القارب المفضل بالنسبة لنا، ونعمل سكوير او مربع حوالين الفيفوريت بوت الخاص بـ our shoulder partner او زميلنا او زميلتنا اللي قاعدين جنبنا في الكلاس روم او في حجرة الفصل، بحيث ان احنا نتبادل الاراء ونشوف اراء وافكار بعض بشكل اكبر. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.